القرآن. سورة نوح. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. سورة نوح. ترتيبها بالمصحف الشريف. هي السورة 71 ترتيبا. سبب تسميتها. سميت نوح لابتدائها بذكر نبي الله نوح عليه السلام. تاريخ ومكان نزولها. مكية، نزلت بمكة المكرمة. ترتيب نزولها. هي 71 نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم. عدد الآيات والكلمات والأحرف. عدد الآيات 28، عدد الكلمات 227، عدد الحروف 947. المحكم والمنسوخ من آياتها. المحكمة 28، المنسوخة لا توجد. مواضيعها. ابتدأت السورة بالحديث عن إرسال الله نبيه نوحا إلى قومه نذيرا قبل أن يأتيهم العذاب، تذكرهم بإنعام الله وأفضاله يجد في طاعته ويروا آثار قدرته ورحمته. تذكر أن قوم نوح لم يتعظوا بل تمادوا في الكفر والضلال واستخفوا بدعوة نبيهم حتى أهلكهم الله بالطوفان. وقد شكاهم نوح إلى ربه، ثم تبع ذلك دعاء نوح للمؤمنين والمؤمنات ولوالديه ولمن لاذ به بالمغفرة. وبهذا الدعاء تختتم السورة قصة نوح وقومه.